أعزائي طلبة وطالبات تاني ثانوي، أهلا وسهلا بيكم في قناة مستر محسن. وزي ما عودتكم قناة مستر محسن بتقدم لكم كل شيء في عالم اللغة الإنجليزية. ومعانا النهاردة بناء على طلبات الكثير من المشتركين لحل امتحانات الكتاب جام، وهنحل إن شاء الله 19 امتحان. وهنبدأ النهاردة بأول امتحان اللي هو امتحان محافظة القاهرة إدارة روض الفرج التعليمية. يلا نبدأ مع بعض. أول حاجة هي language function والديالوج أو المحادثة. أنا كتبت لكم هنا مباشرة الإجابات. الديالوج أو المحادثة بين دان وسام بيتكلموا عن التغير المناخي، وهنجاوب على طول عشان نختصر الوقت وما نطولش في الفيديو. أول نقطة بتكون yes I have. yes I have لأن السؤال كان بهل have you notice، عشان كده الإجابة كانت yes I have. number two the cause of the weather of this weather is climate change، يعني التغير بسبب بتاع المناخ بسبب التغير المناخي. number three what is this. number four why do the floods happen، يعني لماذا الفيضانات تحدث. number 5 we have to reduce the level of carbon dioxide which we produce، لازم ان احنا نخفض مستوى ثاني اكسيد الكربون اللي بينتج عن الاحتراق. ننتقل للسؤال بتاع المواقف، والسؤال بتاع المواقف هي منه 4. انا بقراهم، هم مش مكتوبين، انا بقراهم للي معهوش الكتاب وهقول على الحل مباشرة. number one بيقول you ask a friend about the reason for choosing the story he is reading. number two number one هنجاوب عليها نقول which reason did you choose to read this story for. هي سوري خطأ في الكتابة، هي جت store بس هي story for. number two your friend feels nervous because of the job interview. You reassure him. يعني صديقك حاسس بتوتر في مقابلة الوظيفة أو مقابلة الشخصية. أنت عاوز تخلي يتشجع فتقول إيه؟ Be confident. كن confident. كن يعني واثق في نفسك. And trust yourself. وضع ثقتك في نفسك. then you will pass successfully the interview. وانت هتمر بسهولة الانترفيو. number three you would like some help from your father with your math homework. what do you say. انت عاوز مساعدة من والدك للماس لواجب الرياضيات، هتقول ايه؟ هتقول that could you help me with my math homework please. ده الطلب المهذب للمساعدة. number four you see someone who is parking the car in a no parking area. واحد بيركن العربية بتاعته في مكان ممنوع في ركن السيارات، فانت هتقول you mustn't park here there is a sign no parking. ممنوع انك انت تصف السيارة بتاعتك او تركن العربية بتاعتك في المكان ده لان في لافتة بتقول no parking. وبكده ننتهي من المواقف وننتقل للسؤال الخاص بالvocabulary and structure. وانا هنا كتبت لكم الاجابات بشكل مباشر. الاجابة بيكون ده رقم السؤال، وبتكون الاجابة والاختيار رمز بتاع الاختيار سواء B أو C أو A. تمام. number one هتكون genetics يعني الجينات، علم الوراثة أو علم الجينات. number two had seen. number three primitive. number four primitive يعني بدائيين. number four had swum. number five hostile. number six will be helping. number seven majority. number 8 off. number 9 advisable. number 10 had gun. number 11 can't stop doing it.
number 12 needn't, number 13 mass, number 14 knowing, number 15 aim, number 16 weather. لو عندكم اي سؤال ما ترددوش في السؤال اللي اختارنا دي بالذات، هنقول لكم لو انتم مش فاهمين. فاللي عنده اي سؤال ما ترددش في ارساله لقناة مستر محسن. بالنسبة لنمبر 4 find and correct mistakes in the following، يعني اوجد الخطأ وصححه. طبعا انا كتبت لكم الخطأ وتصحيحه الناحية التانية، هي الجمل موجودة في الامتحان. نمبر 1 هو المشكلة left والcorrection بتاعها had left. number 2 ship والتصحيح بتاعه plane. number 3 where my plans والتصحيح بتاعها my plans were، لان ده سؤال غير مباشر. number 4 organs والتصحيح بتاعها members، يعني عضو او فرد في مجموعة، لكن organs هي الأعضاء البشرية. number 5 will die، الكوركشن بتاعها die. ونمبر 6 clapped والكوركشن بتاعها stuck. clapped هنا بيتكلم على ان هو عالق في traffic jam. traffic jam يعني ازدحام مروري، لكن اسمها stuck too. وبكده ننتهي من الجزء الخاص ب إيجاد الخطأ وننتقل لـ reading comprehension. reading comprehension القطعة، والقطعة برضو أنا حطيت لكم الإجابات بشكل مباشر. number one في القطعة، القطعة دي هديكم ملخص كده سريع عنها. القطعة دي بتتكلم عن القطعة دي الباسج دي بتتكلم على الزيادة في أعداد السكان وإزاي بنعالجها. والزيادة دي بتكون دي أحد المشاكل اللي هو الخاصة بيها، إن إزاي نواجه عندنا تغير مناخي وعندنا مشاكل كتير وفي نفس الوقت عدد السكان بيزيد. فده من المهم جدا إن احنا نعمل بالانس ما بين، يعني توازن ما بين الطبيعة والإنسان. أول سؤال حله بيكون it exceeds 5 billion inhabited، يعني نسبة عدد السكان بتزيد عن 5 مليون. هو بيسألني what size in the world population now. number 2 السؤال التاني بيقول لي how is man destroying the balance of nature، كيف الإنسان بيدمر التوازن البيئي أو توازن الطبيعة. Man is destroying the balance of nature by destroying the tropical forests، يعني بيدمر الغابات الاستوائية أو الغابات المطيرة اللي هي كثافة الأشجار. number 3 سؤال بيقول لي how do you think man can share in keeping the environment، كيف تتوقع أن الإنسان يستطيع المحافظة أن احنا نتشارك في المحافظة على البيئة. أولاً the man can share in keeping the environment by cooperating، التعاون the all of the countries to control the pollution and stop destroying the tropical forests، إن الإنسان إن البشر جميعاً يتشاركوا مع بعض في إن احنا نتحكم في معدلات التلوث ونمنع تدمير الغابات الاستوائية، لأن هي دي اللي بتدينا الأكسجين. number 4 well the word from the passage which that mean، الكلمات في عندي كلمتين بيقول لي انا عاوز اطلع من القطعه كلمتين بتأدي نفس المعنى. effect يعني تأثير اسمه impact، اللي موجوده في القطعه هي اسمها impact. easy broken يعني هش او سهل الكسر بيكون fragile، دي موجوده في القطعه. الاختياري عندي بيسألني سؤال number 5 بيقول لي not have a greater impact on the balance of nature، طبعا بنقول reach country هي الخطأ هنا. reach country هي R-I-C-H يعني reach your country دي مكتوبة بالخطأ، هي اسمها reach your country. number 6 بيقول the underlying pronoun it،
the first in the first paragraph refers to يعني it بتدل على ايه؟ بتدل طبعا على ال population يعني معدل السكان. بننتقل لسؤال الخاص بالإجابة على ال critical thinking. عندي خمس أسئلة، والخمس أسئلة أنا جاوبت عليهم كلهم، بس هو المطلوب منك إنك تجاوب على ثلاثة فقط. Number one، السؤال بيقول Do you think that genetic engineering can help solve the world's food problem? Give reasons for your answer. يعني هل تعتقد أن الهندسة الوراثية يمكن أو هندسة الجينات يمكن أن تحل مشكلة الغذاء في العالم؟ أعطني أسباب لذلك. أنا قلت Yes I do. نعم. The reasons can be. الأسباب ممكن تكون it can increase the amount of food production which we need to feed the people all around the world. أول سبب إن هي بتزود كمية الغذاء المنتجة، وهي اللي ممكن تحل مشكلة الجوع في العالم، يعني نطعم كل الناس. بعدين it can generate new kinds of seeds. يمكن أن تنتج بذور جديدة that are able to save the planet from the disease which could kill the planet. يعني ممكن تنتج جينات جديدة أو بذور جديدة تقدر تكون مقاومة للأمراض اللي بتقتل النباتات. Number two. السؤال 2 بيقول لي Do you think the story of Moby Dick has a message? If so, what is it? قل لي هل تعتقد أن موبي ديك، قصة موبي ديك فيها رسالة؟ طب لو هي يبقى ايه هي؟ Number two, yes I do. انا اعتقد ان في مسج. المسج says بتقول that the ocean should have limits otherwise it can affect you negatively. يعني الطموح لازم يكون له حدود، يا اما هيأدي بك الى التأثير السلبي، هيأثر عليك بشكل سلبي. Number three. سؤال سري بيقول لي how do you think climate change will affect food production. هل كيف تعتقد ان التغير المناخي يأثر على الفود برودكشن، على انتاج الغذاء؟ نمبر 3 بنقول الاجابه climate change will affect the food production by rising the sea levels that causes floods which destroy crops. يعني التغير المناخي هيأثر في انتاج الغذاء بانه بيرفع مستوى مياه البحر اللي بتؤدي الى الفيضانات اللي بدورها بتدمر المحاصيل. نمبر 4 بنقول what do you think a smoke alarm is. ماذا تعتقد او تعرف او تتوقع ايه هو الفاير او سموك الارم، انذار الحريق؟ A smoke alarm is a system can detect a fire and its at its beginning and reported it through alarm which can save souls and possessions. يعني انذار الحريق هو عبارة عن نظام او سيستم معين يقدر يكتشف الحريق في بدايته ويبلغه عن طريق alarm. يعني ايه alarm؟ عن طريق اجراس او صوت او اضاءة بتدينا تحذير ان في حاجة هتحصل which can save، وده ممكن يحفظ الأرواح souls و possession والممتلكات. Number 5 السؤال بتاع 5 بيقول what do you think why do you think that King Tuwala send his brothers wife and his and son into the desert to die instead of killing them. بيقول ان من وجهة نظرك ليه تعتقد اني كينج توالا أرسل زوجة أخته وابن زوجة أخوه وابنها للصحراء عشان يموتوا بدل ما يقتلهم؟ في إجابتين لده. أول واحدة بنقول I think that King Tuwala sends his brother's wife and son into the desert or into desert to die instead of killing them because he didn't want to be blamed for their death. يعني مش عاوز حد او يلقى عليه اللوم ان هو اللي قتلهم. If he sent them into the desert instead they would say that he didn't kill them. ممكن بعد كده ان هو يقال ان هو ما قتلهمش.
لذلك ده أحد الأسباب. ممكن نقول إجابة تانية if he did، لو عمل كده. الإجابة التانية the story would be over without happy end، هتنتهي الحكاية بدون أي نهاية سعيدة. السبب لأن إجنوزي هو ابن أخو توالا، كينج توالا، هو أحد الناس اللي ساعده في إكمال القصة بشكل جيد في النهاية. ننتقل إلى نوفل والقصة، والقصة Gulliver's Travel، وعندنا خمسة في الأول، خمسة answer the following question، وبعدين اللي هو الجزء الخاص بالمقولة والإجابة عليهم. الأول في الخمسة، أول سؤال بيقول How did the farmer attract the people's attention to the tiny human he had؟ إزاي هو جذب الناس لي الفلاح او الفارمر اللي هو الرجل اللي استضاف جاليفرز او خد جاليفرز عنده في البيت، ازاي جذب الناس لي عشان تتفرج عليه. One of the farmer asks a friend to advertise what he had inside the box, a tiny human who could say things and perform for the public. ان هو طلب من صديقه ان هو يعلن ان هو عنده في البوكس الصغير او في الصندوق ده في انسان متناهي الصغر وصغير جدا اللي هو جاليفر، هو ممكن يتكلم وممكن يعني يؤدي امام الجمهور. نمبر 2، السؤال الثاني بيقول What kind of danger did Gulliver meet while sailing in the lake in the garden؟ ايه الخطر اللي واجهه جاليفر لما كان بيبحر في البحيرة الصغيرة اللي اتعملت له في الحديقة بتاعت الملكة، حديقة القصر؟ كان There was a frog that jumped into the lake and made a wave which was so big that it nearly turned over his boat. كان الخطر ده متمثل في ضفدعة نطت داخل المية او داخل البحيرة اللي عملوها له في الجاردن، وسببت في موجة كبيرة. الموجة دي كانت هتقلب القرب بتاعه بس لحقوه في اخر لحظة. نمبر 3 بيقول when did Gulliver feel angry with the king؟ متى Gulliver احس بالغضب من الملك؟ Gulliver felt angry when he realized that the king loved at his country and its culture. هو جاليفرز حس بالغضب لما أدرك أن الملك كان يسخر من بلده ومن ثقافته. Number 4. What did Gulliver tell the king about his country England؟ قال إيه جاليفرز للملك عن بلده إنجلترا؟ He told the king a lot of things about England. قال له حاجات كتير عن إنجلترا. Its government يعني حكومتها، and its weather والجو أو الطقس. Its kings and queens ملكاتها مملوكها وملكاتها. The education التعليم. The arts الفنون. The history and its legal system والهلم الفنون والتاريخ والنظام القانوني الموجود هناك. Number 5. According to Gulliver, why did some seabirds carry seashells high into the sky؟ طبقا لجاليفر، ليه الطيور البحرية بتحمل المحار عالي في السماء؟ ليه؟ ايه السبب؟ هنقول according to Gulliver, in his country there are birds which pick up and carry seashells high into the sky. They then drop them onto a hard rock to break open the shells so they can get to the soft food inside. يعني ان هي بترتفع بالصدف او seashells، الصدفات بترتفع بها بشكل عالي لان الصدف ده حيوان بحري، حيوان ده خارجيا ليه قشرة قوية
فصعب الدخول ليها، فبياخدها الطائر وبيرفعها عاليا وبعدين بيرميها على صخور صلبة وتتكسر، فيقدر يأكل الأكل الطري اللي موجود جوه. ننتقل للجزء الثاني الخاص بجاليفرز، والمقولة بتقول Our rivers are full of fish so we don't need to go fishing in the seas. يعني أنهارنا مليئة بالسمك، لذلك احنا مش محتاجين ان احنا نبحر او نصيد في البحر البحار. نمبر 1، مين اللي قال ده؟ Who said the words to whom؟ مين اللي قال ده لمين؟ الكينج، كينج الكينج اللي هو بتاع الجاينت. The king said the words to Gulliver's، قالها لجاليفرز. طيب نمبر 7، when did the speaker say this word؟ متى قالها الملك؟ The king said that words when he was telling Gulliver's، وهو يخبر Gulliver's about his country، لما كان بيكلمه على بلده اللي هي بلاد العمالقة. Number 3، why couldn't they go fishing in their seas؟ ليه ما هم يقدروش يطلعوا للبحار عشان يصيدوا سمك؟ They couldn't go fishing in their seas because the seas are all so rough that it isn't safe for boats to go out into them. يعني ان البحار اللي حواليهم بحار هائجة، فمش آمنة حتى يصيدوا فيها. وبكده ننتهي من قصة Gulliver's Travel لامتحان إدارة رواد الفرج التعليمية، وبننتقل إلى الباراجراف. الباراجراف عندي 2 باراجراف، ما هقلش عن 100 كلمة اكتبها في كل باراجراف. لو في الامتحان انت بتختار واحد من الباراجرافات بس مش الاثنين، بس انا كتبت لكم الاثنين. اول باراجراف هنتكلم فيه عن modern technology can be source of happiness or sadness to people، يعني التكنولوجيا الحديثة هل هي مصدر سعادة ولا مصدر حزن للناس. دايما اما اجي اكتب الباراجراف ارتب الافكار بتاعتي واحاول اختار الكلمات السهلة والجمل اللي اقدر اصيغها صياغة لغوية صحيحة. هنقول modern technology is very important for all of us. Now we are using it at everything in our life, at home, at work, our holidays and during our travel. We can't live without modern technology, but there are advantages and disadvantages of using it. Advantages يعني مميزات، وdisadvantages يعني عيوب. هلاحظ هنا ان انا هقول لكم بس على الكلمات المختلفة، لان انا حاولت استخدم بقدر الامكان الكلمات السهلة اللي موجودة عندكم في المنهج او درستوها قبل كده. In my opinion، في رأيي، the disadvantages which could make it a source of happiness are the easy way of the communication between people all around the world, which people can use to grow their business. We can make more friends in short time. We can have the latest news faster than before. We can express ourselves freely. Express ourselves يعني نعبر عن نفسنا بحرية. Driving cars is easier than before. At the same time, there are some disadvantages which can lead us to the sadness. Such the fake news. Fake يعني مزيف، يعني الأخبار مزيفة، which we get by social media. We could live in virtual world. Virtual world يعني العالم الافتراضي. And be far off real world، ونكون بعيدين عن العالم الحقيقي. It can make it addicted to our smartphone and computers, which isn't less dangerous than drugs addiction. يعني ان قد التكنولوجيا تجعلنا مدمنين للهواتف
الذكية أو التليفونات الذكية بتاعتنا والكمبيوترات، وده اللي ما بيقلش خطورة عن إدمان المخدرات. ده بالنسبة للجزء الأول أو الموضوع الأول. بالنسبة للموضوع الثاني اللي بيقول لي what we can do to prevent accident at home، إيه اللي ممكن نعمله عشان نمنع الحوادث في البيوت. It's important to know how to prevent accident at home. Then, how we can do it. First, الأول من المهم إن احنا نعرف إزاي نحمي حوادث، وأهم حاجة نعرف إزاي، من المهم نعرف الأماكن اللي بتحصل فيها في البيت ونعرف إزاي. First, we need to know the most places at home where the accident can take place. Kitchen is the most, as the majority, يعني الغالبية, of fires, الحرائق, started from there. We mustn't leave any food that is being cooked at kitchen without observing. Observing يعني بدون ملاحظة أو مراقبة، يعني إن أنا حافظ إن أنا ما ينفعش أسيب أي أكل بيطبخ في المطبخ بدون متابعة. As well, we must have a smoke alarm at home which can save us and our homes from fire by alarm us in case of beginning fire. There is another place at home is the second place where the accident take place. It's the bathroom, as its floor always wet. Wet يعني مبتل دايما. Which causes broken legs for kids and for old adults. Old adults يعني كبار السن. After we know the places at home where the accident take place and the reasons for those accidents, we need to have a fire extinguisher. Fire extinguisher at our homes. Fire extinguishers يعني طفايات حريق. To prevent fire, عشان نمنع الحريق. And we mustn't leave any area wet at home to prevent falling accident. عشان نمنع falling accident لازم، اللي هو السقوط، حوادث السقوط في المنزل، لازم ما نتركش أي مكان مبتل. وتاني حاجة إن عاوزين نمنع الفاير أو الحرائق من المنازل، لازم يكون عندنا fire extinguisher أو طفاية حريق. وبكده ننتهي من الموضوعين. نلاحظ كل الكلمات سهلة موجودة عندك في المنهج، مش كلمات معقدة وتتصاغ بصياغة قواعد مستخدمة عندنا. ننتقل للجزء الخاص بالترجمة، هو الجزء الأخير translation. في عندنا نقطتين من عربي الإنجليزي ومن الإنجليزي العربي. أنا هقرأ لكم النقطتين من الإنجليزي العربي، بس الترجمة هي الموجودة المكتوبة الوحيدة. بنقول one, taking revenge is a very bad habit that should be fought in all societies. وترجمتها بنقول إن الأخذ بالثأر هي عادة سيئة ويجب أن يتم محاربتها في جميع المجتمعات. Number two, many young people suffer from repetitive strain injury because of using the computers for long. يعاني الكثير من الشباب من الإصابة بالإجهاد المتكرر بسبب استخدام أجهزة الحاسب الآلي لفترات طويلة. ننتقل للجزء الثاني، الترجمة من إنجليزي من عربي الإنجليزي. أول واحدة بتقول تساعد المشروعات الجديدة في خلق فرص عمل وزيادة الدخل القومي. هنقول new projects help to create new opportunities and increase the national income. Number two, يجب يحب بعض الناس السفر للدول الأفريقية بحثا عن المغامرة أو الإثارة أو كليهما. نقول like traveling to African countries looking for the adventure, excitement or both of them. وبكده ننتهي من حل الامتحان الأول، إدارة رد الفرج. أتمنى تكونوا استمتعتم واستفدتم بكل المعلومات. ولو في عندكم أي استفسارات أو مقترحات ياريت تسيبوها في التعليقات. ودايما تذكروا أن نجاحك بيكون بإيدك، لازم يكون عندك التزام وعزيمة وإرادة وتنظيم وإصرار وثقة بالنفس. أتمنى اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة،
وتدوس زر الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديدة من قناة مستر محسن. وارحب دايما باقتراحاتكم، وشكرا لكم، وإلى اللقاء في الفيديو الجاي إن شاء الله.